بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم طلاب الصف الاول الثانوي مع مراجعه على الفصل الثاني تداخل فعل الجينات وتاثير الظروف البيئيه على فعل الجينات. نبدا نحل مع بعض اسئله كتاب الامتحان. بنبدا بالسؤال الاول، بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. الحاله الوراثيه الحالة الوراثية التي يمكن الحصول فيها على الصفة السائدة من أبوين يحمل كل منهما الصفة المتنقية هي؟ فكر كويس. أبوين مثلا أبيض، أبيض وأبيض، كيف يطلع لي قرمزي؟ إيه نوع الوراثة دي؟ يبقى دوت اسم دوت جينات متكاملة. برافو، جينات المتكاملة. درسناها في أي نوع من النباتات؟ اللي هي البيضاء. فاكر؟ ايوه فاكر. بسلة الزهور، نبات بسلة الزهور، جينات المتكاملة. تمام؟ تمام. طيب، نروح للسؤال الثاني. تمثل صفة لون أزهار نبات بزلة الزهور حالة جينات متكاملة. تمام، بسلة الزهور جينات متكاملة، لكن بزلة الخضر بتاعت مين؟ اللي هي سيادة التام، هي ايه؟ سيادة التم. سيادة التام. سيادة التم. طيب، الطرز الجيني الذي يؤدي إلى ظهور اللون القرمزي في أزهار نبات بسلة الزهور هو باء. باء، عشان في هنا ايه؟ سائد وهنا سائد، في يعني ايه؟ كان في سائد كل وسائد. طرف في واحد جين سائد على الأقل. تمام؟ أحسنت تمام. يا أحسنت. نروح للسؤال اللي بعد كده. نسبة لون أزهار نبات بزلة الزهور في الجيل الثاني الناتج عن تهجين أزهار بيضاء A capital A capital B small M small مع A small A small B small B small طيب، نسبة ايه؟ هتبقى بسلة ظهور، يبقى احنا بنتكلم عن جينات ايه؟ متكاملة. بسلة ظهور يبقى احنا بنتكلم عن جينات متكاملة، يعني سيتين لو جينات هيجيبوا الصفر. متكاملة هتبقى 9 إلى 7. النسبة 9 إلى 7 في الجيل الثاني. مش كده؟ ايوه تمام، أحسنت. بعد اذا تم تهجين نباتين من بزلة الصور كلاهما ترزاق الجيني A كابيتال A كابيتال B كابيتال B سمول تكون نسبة ظهور اللون الأبيض في الأبناء هي هتبقى 25%. 25%، ده احتمال وارد ولا 0%؟ 25 ولا صفر؟ فكر فيها كويس. تم تهجين نباتين A كابيتال A كابيتال B كابيتال B سمول. يعني لو جيست A كابيتال A كابيتال B كابيتال بسمول مع واحد تاني نفس الكلام، A كابيتال A كابيتال مع B كابيتال بسمول. تمام؟ مفيش A تمام. سمول خالص، مفيش عندك A سمول ما فيش خالص، اسمول لا يبقى صفر. لو ما فيش اسمول يبقى صفر. ما عندكش اسمول خالص، وبالتالي الاحتمال هنا يكون ايه؟ صفر، عشان صفر. يجيب الاسمول مع البيسمول مش هتلاقي ابدا فرصه انك تلاقي تمام صفر، تمام صح كده؟ ايوه ما ركزتش انا في الاسمول. طيب، اي العبارات التالية لا تنطبق على وراثة الجينات المميتة؟ ماشي، نقرا بالراحه كده. جينات وراثية توجد بصورة نقية قد تكون سائدة أو متنحية. جينات تشارك فيها بينها لإظهار صفة طب تعالى جديدة. نعمل صح وغلط، جينات تعالى كده نمشي بطريقة صح وغلط. تمام يعني أول حاجة هي دي صح ولا غلط؟ ألف ألف سي أو ألف صح. طيب، نروح لرقم 2. جينات تشارك فيها بينها لإظهار صفة جديدة برضو صح. لا، هي مش مفيش صفة بتطلع جديدة، صفة جديدة. مفيش صفة جديدة في المميتة، مفيش صفة جديدة.
ده في مثلا الإعلام السيادة هو اللي فيه صفة جديدة. لا انا قصدي يعني في اللي هو انثى، يعني مثلا الفار الذكر الاصفر اللي هو بيكون اصفر، مش ده بيكون عموما حاجة جديدة يعني؟ لا لا، انت عندك اصلا هما صفه بتاعتنا اصفر ورمادي، هي الصفات الاصليه اصفر ورمادي، مفيش صفه وسط بينهم، مفيش مثلا صفه اللون الاخضر او الازرق، لا هي اصفر ورمادي، هي الصفتين دول الموجودين المتضادتين. تمام، كم تمام. جينات جينات إذا وجدت بصورة نقية بسبب تعطيل النمو وتوقف الحياة في مراحل مختلفة من العمر. دي برضه صح مش بصح. كده؟ تبع آه. الايه؟ الجينات المميتة. جينات. أيوه. جينات اتفضل. وراثية قد تؤدي إلى موت ربع النسل الناتج. ده صح. يبقى الاختيار بتاعك واحد هيبقى ايه؟ الأربعة. ب. يبقى الاختيار هيبقى ايه؟ ب. الاختيار بتاعك هيكون ايه؟ هيبقى لا اختيار صح اللي هو كده؟ باء. جينات تشترك فيها. ايوه لان تشترك دي بتاعت ايه؟ بتاعت انا اسمه دوت مندل. انعدام السيادة، صح ماشي، كده؟ صفة جديدة انا قدمت. ايوه، طيب نروح للي بعد كده، سبعة. نسبة الفاقد في حالة توارث الجينات المميتة تمثل 25. نسبة الفاقد في الجينات المميتة 25%. تمام. ماشي. وراثة لون الفئران الصفراء تمثل حالة جينات مميتة. تمام. نروح للسؤال اللي بعد كده. عند تزاوج فأرين كلاهما أصفر اللون، فإن نسبة الفئران الصفراء التي تموت هي برضو 25%. تمام، أحسنت. وراثة صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة يتبع الجينات المميتة. أحسنت. لو كان الجين المميت سائد، فإن الأفراد التي يكون ترزوها الجيني، يعني هو مستر يعني عايز ال مين ترز اللي الجيني هيموت؟ إذا اللي كان الجين هيموت سائد، اللي هو ألف كابيتال ولا سي سمول؟ كابيتال سي كابيتال كابيتال سي كابيتال سي كابيتال اللي هي ألف ولا باء؟ ألف. تمام، أحسنت يا أحمد. نروح للي بعد كده. تختلف حالة الجينات المميتة السائدة عن حالة الجينات المميتة المتنحية فيه. دي هتبقى معلش نقولها تاني. تختلف السائدة عن المتنحية. ها؟ تختلف حالة الجينات المميتة السائدة عن حالة الجينات المميتة المتنحية. في ايه بقى؟ فكر كويس. هيبقى في الطرز الجيني للناس الذي يموت. احسن، لان نفس النسبة أيوة. 25% بيموت. 25% في الاثنين، المتنحي والسائل، ماشي أما الطرز الجيني بيختلف. تمام، نكمل رقم 12. إذا حصلنا على طرز مظهري واحد من تزاوج أفراد هجينة لجينين يسود أحدهما على الآخر، تأكدنا أنها حالة أفراد جينين يسود أحدهما على الآخر جينات مميتة سائدة. نقراها بالراحة تاني. إذا حصلنا طرز مظهري واحد. طرز مظهري واحد. دي مميتة سائدة ولا مميتة متنحية؟ لو واحد يبقى مترحين. طرز واحد يبقى متنحية، إجابة صحيحة. زي إيه؟ الغياب الكلوروفيل.
ايوه لكن في غياب الكلوروفيل كل اللي بيعيش لونه اخضر. تمام. كل اللي بيعيش اللي هو عنده البذرات الخضراء كلوروفيل. الهجين. تمام. النسبة بين عدد الطرز المظهرية للجينات المميتة السائدة إليها في حالة الجينات المميتة المتناهية عند تزاوج الأفراد الهجينة هي؟ يعني إيه يا مستر السؤال ما فهمتوش. بالراحة نقرا تاني. النسبة لعدد الطرز النسبة المظهرية، الطرز المظهرية يعني واحد أخضر واحد أصفر كده يعني، للجينات المميتة السائدة إليها في حالة الجينات المميتة المتنحية، يعني كم طرز مظهري هنا وكم طرز مظهري هنا؟ في المميتة السائدة كان في طرز مظهري واحد، في المتنحية كان في طرز مظهري واحد، في المتنحية كان في طرز مظهري واحد أما والطرز تنحي كان المظهري واحد. طرز مظهري واحد، أما السائدة اثنين. لكن في السائدة كان ايه؟ اثنين صح؟ كان في طرزين، صح يبقى الاختيار أيوة الصحيح ايه؟ اثنين إلى اثنين إلى واحد. اثنين إلى واحد. الطرز المظهرية اللي ناتجة هنا كانوا اثنين، لكن هنا كان واحد فقط. تمام. طيب نروح للي بعد كده. يتأثر جين تكوين الكلوروفيل في النبات بعامل بي اي وهو الحرارة. جين الكلوروفيل بيتأثر بالحرارة ولا الرطوبة ولا الضوء ولا الضغط؟ بالحرارة. فكر كويس. النبتة اللي حطيناها فين هي اللي بقت خضراء، والنبتة اللي حطيناها فين هي اللي بقت دبلانة وماتت؟ الضوء الضوء الضوء. أيوه الضوء. برافو. اقرأ السؤال أكتر من مرة وركز. حاضر. اللي كل بعده. مما يلي من أمثلة الصفات اللامنديلية عدا لا من يعني مين الصفة المندلية؟ لامنديلية. يعني مين فيها تمام فهمت. مندلية؟ الوحيدة اللي مندلية. لون أزهار نبات شب الليل ده لامنديلية، ماشي. ولون الشعر الأصفر في الفئران لا منديلية. ماشي. هتبقى لون أزهار نبات بازيليا الخضر. أيوة هي دي اللي إيه تبع منه. أول حاجة درسناها. أيوه. أول حاجة درسناها هي دي اللي تبع مندل. تمام. تمام. نروح اللي بعد كده. أي العبارات صح وأيها خطأ مع تصويب الخط؟ نسبة الأزهار البيضاء لنبات بسلة الزهور الناتجة عن تهجين A كابيتال A كابيتال B سمول B سمول مع A سمول A سمول B كابيتال B كابيتال هي 50%. فاكر النسبة؟ النسبة المفروض بتاع بسلة الزهور تعال نرجع لها، تعال نرجع لها عشان ننسى احنا حاجات كتيرة أوي. مش بسلة الزهور 3 إلى 1 صح؟ ها؟ 3 إلى 1. بسلة الزهور أهي يا عم أهي 100% إيه؟ قرمزي. مية في أيوة. المية قرمزي مش 50%. شايفها؟ أيوة مش شفتها. اهي النسبة 100% قرمزي. اللي انت عندك اي كابيتال اي كابيتال بسمول بسمول، لو عملت تزاوج مع اي سمول اي سمول بكابيتال بكابيتال، الناتج هيكون 100% اي كابيتال سمول بكابيتال بسمول، 100% ازهار قرمزية اللون. اتفقنا؟ اتفقنا. تذكرتها؟ ايوه يا مستر. يلا نرجع للأسئلة بتاعتنا.
يبقى هنا نصلح ايه؟ هنشيل 50% ونحط 100%. ماشي. اللي بعد ظهور الصفة السائدة بنسبة 56% من أبوين يحملان الصفة السائدة يدل على أنها حالة جينات متكاملة. أكيد النسبة دي غلط. غلط، مش 56%. كام؟ أبوين يحملان الصفة السائدة. ما قالكش الصفة السائدة إنها نقية ولا خليطة أو هجينة. طب لو كانوا هجين، لو كانوا الاثنين هجين سائد بس هجين، النسبة هتبقى كام؟ السائدة هتبقى بكام؟ السائدة هتبقى اسمها ده 75. 75% يدل على أنها جينات متكاملة. طب تعالى نرجع لها برضو. ده سائد مع سائد أو هجين مع هجين، النسبة بتاعت السائد كام؟ 9 لـ7. دي اللي بتعرفني انها جينات متكاملة، نسبة 9 إلى 7. صح كده؟ صح. دي اللي عرفتني ان انا بتكلم عن جينات متكاملة. نسبة كام؟ 9 إلى 7 وليست 65%. 9 إلى 7 دي يا ترى هي 65%؟ هل ال 9 إلى 7 هي 65%؟ في الجبر بقى، لا. في الجبر بقى، انت تقدر تقول لي في الجبر تبقى صح ولا غلط؟ هل 9 على 7 بيساوي 65%؟ دي محتاجه الآلة الحاسبة. 9 على 7؟ اه لا، ما مش 75%. تسعة إلى سبعة. طيب 9 زائد 7 كام؟ 16. طيب 9 على 16 في 100. في المية هيبقى 56.5. 56.5. هو مديك الرقم بقى كام؟ 56 بالظبط. تنفع، تبقى تنفع، يبقى تنفع. دي إجابة صحيحة. يبقى كده دي إجابة صحيحة، 9 إلى 7 هي 56 يا أحمد. تمام. فهي دي النسبة بتاعت 9 إلى 7، السائد 9 والمتنحي 7، معناها إيه؟ إنها 56% والناحية الثانية 4 و40 ايوه تمام تمام في تمام المية صح؟ صح صح فهمت. تمام ماشي. اللي بعد كده سلالة البولدوغ في الأبقار مثال للجينات المتكاملة خطأ. خطأ لأنها إيه؟ جينات لأنها اسمها مميتة. جينات مميتة مميتة سائدة. تمام. خش على اللي بعد. علل لما يأتي. علل لما يأتي: تختلف وراثة لون أزهار نبات شب الليل عن وراثة لون أزهار نبات بزلة الشهور. ايوه. ايه شاب الليل نوع الوراثه ايه؟ فاكر؟ اللي بينتج صفه وسط. النبات اللي هو شاب الليل. اسمه ده انعدام سيادة. انعدام سياده. تمام. نبات شاب الليل انعدام سياده.
طيب أمال لون الأزهار في نبات بسلة الزهور؟ ده جينات متكاملة. جينات متكاملة. متكاملة. أحسنت. يبقى هنا في نوعين مختلفين من الوراثة، انعدام سيادة وجينات إيه متكاملة. طيب خش على اللي بعده. تمثل الجينات المتكاملة حالة تداخل فعل الجينات. لماذا تمثل الجينات المتكاملة تداخل فعل جينات؟ أكنه بيقول لك اشرح لي الجينات المتكاملة فيها إيه؟ فيها كم زوج من الجينات بيحكم صفة واحدة؟ اسمه دوت اللي هو الصورة يتحكم في السائدة، ظهور الصفة إيه؟ هيكون جين سائد واحد على الأقل. يتحكم زوجين من الجينات في إظهار الصفر. صح كده؟ مش زوج واحد. ايوه تمام. ده الاختلاف بينها وبين الوراثة المندلية. طيب اللي بعد. تموت بعض الفئران الصفراء داخل الرحم. لماذا؟ سبب وجود ايه؟ سبب وجود الجينات المميتة. الجينات المميتة الايه؟ الجينات المميتة السائدة. المميتة السائدة. أحسنت. اللي بعد. توارث الجينات المميتة عن طريق الأفراد الهجينة فقط. السائدة بيجرى لها ايه؟ لأن السائدة بتموت. لأن السائدة تموت في بداية عمرها. لأن السائدة تموت في بداية عمرها. تموت في بداية العمر. ما بتلحقش تكبر. ماشي خش على بعض. تتلون أوراق الكرنب الداخلية باللون الأبيض لأنها لا يوصل لها ضوء الشمس الكافي. لغياب الضوء الذي له تأثير على ايه؟ على الذي أوراق الكرنب. له تأثير على فعل الجيم. له تأثير على فعل الجيم. فعل الجيم. الجيم بتاع ايه؟ الكلور. طب خش على بعض. عدم تكون الكلوروفيل بالبادرات عند استنبات البذور في الظلام. تقريبا نفس الايه؟ نفس برضو الاجابه. لغياب الضوء. نفس الاجابه بتاعت سؤال رقم 5 صح كده؟ صح. تمام. طيب تعال نروح نحل مسائل كده يا احمد. تمام. يلا نحل المسألة دي مثلا رقم 2. الجدول المقابل يبين الجيل الناتج من تزاوج نباتين من بذلة الزهور. ماشي. ما الطرز الجينية والمظهرية للنباتات من 1 إلى 5؟ 1 ده ايه؟ ده طب هنجيبه ازاي؟ هنستنتج القصة دي ازاي؟
نحن اسمه دوت تعال نجيب حاجة لازم موجودة زي يكون صاد، صاد موجودة هتساعدنا. صاد أي هتساعدنا في موضوع إننا نجيب هنا إيه؟ الواحد العين، صاد هتساعدنا إننا نجيب العين. صاد العين بتاعتها إيه؟ يعني والصاد، يعني الموجود ده هيساعدنا نجيب صاد وعين، بص كده. ده موجود جاهز فبيعرفني صاد كانت ايه وعين كانت ايه، صح؟ فهنا لما صح. نقول صاد كانت ايه يا ترى وعين كانت ايه؟ يعني العين هتبقى ايه كابيتال اكيد اكيد العين ايه وايه كابيتال، ايه كابيتال، ايه كابيتال برضو، صح؟ ايوه ايه كابيتال، ايه كابيتال والصاد بكابيتال بسمول. بس انا عايز حرف واحد من كل ايه، عايز لتر واحد من كل حرف، فانا عايز ايه كابيتال بس، وعايز بي تمام كابيتال، تفهمني؟ ايوه انا ايوه هنا تمام جاميتات، انا شغال هنا جاميتات، فانا باخد واحد فقط من كل ايه طرف، من كل زوج، فانا عندي الايه يعني ياخد صاد الكابيتال هتبقى ايه الثاني، كابيتال وبسمول والبي ياخد الكابيتال. طيب فوق بقى الصاد يا ترى ايه ايه كابيتال؟ كابيتال اكيد وبسمول ايه كابيتال وبي سمول كده، صح كده. انا عرفت الصاد، حليت ايه العين والصاد. نقدر برضو نجيب الواحد دلوقتي بسهوله، ما هو يتقابل الصاد والعين هنا في واحد، صح؟ هتبقى ايه كابيتال، ايوه هتبقى ايه كابيتال اسمول بي كابيتال بسمول انا جايب صاد وعين مع بعض في واحد، انا ايه كابيتال سمول بكابيتال بسمول هنا، صح؟ ايه كابيتال سمول بكابيتال بسمول، يبقى ده رقم واحد، احسنت. طيب نقدر نجيب ايه تاني؟ نقدر نجيب ثلاثة ثلاثة، ماشي سهلة فعلا. ايه ايه كمان كابيتال ثلاثة؟ بي كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال ايه كابيتال، ايه كابيتال بكابيتال بكابيتال، صح، سهلة جدا. نقدر نجيب اتنين ولا لا؟ اثنين لا ما نقدرش نجيبها دلوقتي ما نقدرش، عشان لا احنا عارفين ده. بس مش عارفين السين. طيب نحاول نجيب لام، تيجي نجيب لام من هنا مع تمام هنا، نقدر نجيب لام ايوه دي لو مع دي، نقدر الصاد نجيب لام. ايه كابيتال بي كابيتال يبقى هنا ايه كابيتال برضه، هنا ايه، لا لا هنا واحدة هتبقى ايه بي كابيتال ولا كابيتال، واحدة ايه سمول؟ لا ايه سمول ايه سمول، وبي كابيتال ولا بي سمول؟ بي كابيتال ايوه، يبقى انا عندي هنا ايه سمول وبي كابيتال كده، صح، سمول وبي كابيتال كده. اقدر اجيب بقى كل حاجه، تقدر تجيب خمسه؟ اقدر اجيب ايوه اقدر ايه يلا قول كابيتال ايه كابيتال ايه سمول. بي ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي كابيتال ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي كابيتال، دي رقم خمسه، ماشي. نقدر نجيب ايه كمان؟ نقدر أربعة، نجيب، ولا نقدر نحاول نجيب سين؟ لازم نجيب سين عشان نقدر نحل. طيب نجيب سين إزاي؟ نجيب سين أنت هنا لما عملت الجامدات دي وزعت الإيه مرتين ايوه الكابيتال، ايوه تمام وزعت البي سمول مرتين، ناقص ايه؟ ناقص البي كابيتال ناقص الاي سمول الاول، اسمول وبعدها بي كابيتال
A small و B capital. صح. A small دلوقتي هقدر و B capital. دلوقتي اقدر اجيب من الاثنين. دلوقتي اجيب 2 و4. اقدر اجيب 2 A و4. capital. رقم 2 A capital A small B capital B capital. A capital. A small B capital B capital. B capital B capital. ماشي احسنت. خش على 4. و 4 A small A small B capital B capital. اسمول اسمول بكابيتال بكابيتال. تمام 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 كده انا جبت كل من 1 لغايه 5. احسنت يا احمد. طب انت جبت الطرز المظهريه ولا الجينيه؟ دي انت جبت دي طرز مظهريه ولا جينيه؟ دي جينيه. احسنت. يبقى مطلوب ان اجيب الطرز المظهريه بتاعتها، يعني اسميها اقولها دي قرمزي ولا ابيض. ايوه يبقى مطلوب اجيب الطرز الايه؟ المظهريه واسميها المظهريه ايه لونها ايه؟ فرقم 1 لونه ايه؟ رقم 1 ده اسمه ده قرمزي. رقم 1 ده قرمزي. ماشي. رقم 1 قرمزي. طيب رقم 2. رقم 2 برضو قرمزي. قرمزي. رقم 3. رقم 3 قرمزي. رقم 4. رقم 4 أبيض. أبيض. أحسنت. رقم 5 قرمزي. 5 قرمزي. صح كده. كده انت جبت الطرز الايه؟ المظهريه والطرز الجينيه. ماشي نروح للسؤال الثاني. وبيقول لي ما الامشاك س وص وعين ولام، احنا حليناه واحنا ماشيين. ايوه. ما نسبه الزهور البيضاء؟ كم ابيض؟ واحد اهو ابيض. لا لا. وخمسه كمان. عايش كله صح؟ عايش كله. ده كمان ثانية. ابيض. يبقى ده واحد، ده اثنين. ادي ده كمان ابيض. مش كده؟ ايوه. الباقي كله قرمزي صح؟ الباقي كله قرمزي. طب اثنين من كام؟ من ثمانيه. اثنين من ثمانيه. يبقى النسبه واحد الى اربعه. مش دول 2 من 8؟ 2 من 8 1 إلى 4 صح؟ 1 أبيض إلى 4 إلى 4 قرمزي صح كده؟ صح. استنتج التركيب الجيني للآباء. الآباء إيه بقى؟ اللي احنا جبنا منهم الجامتات دي. الاب ده ايه والاب ده ايه؟ الاب اللي يديك ده وده بس، يبقى ايه؟ الاب اللي هنا ده اللي هو يعتبر فيميل او المؤنث ده الانثى. اداك الجامتات دي ودي بس. ده ايه؟ اللي يديك ايه؟ كابيتال بي كابيتال وايه سمول بي سمول. ده كان تركيبه الجيني. الاب ايه بقى؟ تمام. الايه كابيتال بي كابيتال ده مسائل. الاب اصلا ايه كان ايه؟ لا يديك ايه كابيتال بي كابيتال و سمول بي كابيتال. ايه كابيتال ايه كابيتال بي سمول ده هيبقى اللي هو الاب الاولاني. ده تركيب الاب الاولاني اللي هو ايه؟ كابيتال سمول بكابيتال بكابيتال. هو يديني التركيب الجيني ده وده. ده تمام. هيديني ده وده صح؟ صح. الجامتات بتاعته شكلها كده.
الايه هتتغير كابيتال مره ومره سمول، لكن البي مش هتتغير كابيتال كابيتال. طب الاب الثاني بقى الاب ولا الثاني هيبقى ايه؟ كابيتال ايه؟ كابيتال بي كابيتال بي سمول. الثاني ده بقى اللي هيديني اربع احتمالات. اربع احتمالات، هيبقى ايه؟ كابيتال ايه؟ كاب ايه؟ سمول. بي كابيتال بي سمول، ده اللي بيديني اربع احتمالات صح؟ صح. يبقى ده عشان عندي اربع احتمالات في الجامدات بتاعته، يبقى تركيبه لازم يكون ايه؟ هجين بالشكل ده. تمام. وضح على اسس وراثيه نتيجه تزاوج بين رقم واحد واربعه. سيبها لك دي بقى في الواجب. سيبها لك دي واجب ماشي؟ تمام. ولا تحب نعملها دلوقتي؟ تعالى نعملها. واحد واربعه، وضح فين واحد على وفين اربعه؟ واحد وأربعة، واحد اللي هو فوق على الشمال وأربعة اللي تحت على اليمين. واحد اهو ايه كابيتال ايه سمول إيه بكابيتال كابيتال إيه بكابيتال. سمول بكابيتال بسمول. تعال نكتبه كده، ايه كابيتال ايه سمول بسمول بكابيتال بسمول، بكابيتال بسمول صح كده؟ صح. طيب هيتزوج مع مين؟ رقم مستر كام؟ بسمول مش اسمول، هيتزوج مع رقم كام؟ مع أربعة رقم أربعة اللي هو اسمول اسمول بكابيتال بكابيتال. مستر في الأولى أنت بدل ما تكتب بي كتبت إيه؟ هنا صح؟ آه. طب يلا كمل هنا، بي كمل هنا كابيتال بي بكابيتال كابيتال. بكابيتال أيوه. ده كده ايه؟ بي ده كده بي بي 1 خلي بالك ان احنا كده ايه بي 1 صح؟ ده نعمل بي بقى 1. جي ايوه 1 جي 1 ايه اللي هيبقى الجامدات هنا احتمالاتها كام احتمال؟ احتمالين. لا اكتر لا أربعة. اربع احتمالات برافو. ايه هي بقى؟ ايه كابيتال سمول انا واخد من الطرف ده واحد ومن الطرف ده واحد. ايه كابيتال بي كابيتال سمول بي انا عايز واحد من هنا وواحد بسمول. من هنا يعني. هشتغل بالايه تمام الاول؟ تمام بالايه فهمت الكابيتال الاول تمام وبعدين فهمت. اشتغل بالبي وبعدها سمول بالاي سمول بي سمول بي بي مع سمول بي كابيتال بي سمول مع البي كابيتال، وبعدها والاخيره. سمول مع بي سمول. جميل. ده هيتزاوج مع ايه بقى؟ ده كام ليه احتمال؟ ليه كام احتمال الثاني ده؟ كام أربعة برضه. جميل؟ كام ماشي؟ دي كام احتمال؟ سمول بي كابيتال. مفيش احتمال تاني، في احتمال تاني؟ لا مفيش صح؟ صح، ما فيش. مفيش احتمال تاني، خلي بالك ان ده قرمزي لكن ده ابيض ودوت أبيض. ماشي؟ يلا نشتغل تمام بقى ونجيب الايه؟ اف 1 نجوز بقى ونجيب الاف 1. لو جه ده مع ده يبقى ايه؟ يلا نجوز ده مع ده، ده وده. تمام ايه هتبقى؟ ايه كابيتال سمول بي كابيتال بي كابيتال. طب تاني بقى الاول ده مع ده، التاني ده مع ده. هتبقى ايه كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول. لا بكابيتال بكابيتال اه بكابيتال بسمول صح. الاحتمال الرابع احتمال الثالث هيبقى تاني ايه؟ سمول 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 بي كابيتال بي كابيتال. سمول سمول بكابيتال بكابيتال ماشي. الاحتمال
الرابع الاحتمال الرابع اسمول اسمول بكابيتال بسمول. اسمول اسمول بكابيتال بكابيتال بسمول. بسمول تمام. الثالثة يا مستر طرس جينية، الاثنين طرس سمول جينية، دي طرس ايه؟ جينية. تقدر تقول لي جيني. طرس المصارية بقى بتاعتها؟ تمام بس مستر الثالث اثنين بسمول مش بكب ده الثالث بسمول ايه سمول قصدي ايه سمول الاثنين ملوني تاني، التالت ملوني تاني كده اللي هو هيبقى ده مع الثالث ده. اسمول اسمول ايوه اسمول 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 بي كابيتال بي كاب بي كابيتال بي كابيتال تمام بي كابيتال. اشكرك كده، انت مركز قوي قوي يعني، كده انت مركز ما شاء الله. يلا الالوان بقى اللي بترز الايه المظهريه دي، الترز الترز الجينيه، الترز المزارية المظهريه بقى. أول واحدة هيبقى قرمزي أول واحد هيبقى قرمزي تمام، وتاني واحد برضو قرمزي والتاني واحد قرمزي تمام، والثالث والرابع أبيض الثالث أبيض والرابع أبيض. النسبة كام لكام؟ 2-2 يعني النسبة واحد إلى واحد 1:1 أو 2:2. 2 تمام أبيض 2-2 أو 1-1 2 قرمزي تمام. كده احنا بنحل كويس قوي في جميع انواع المسائل يا استاذ احمد. مستر بتكتب انجليزي برضو طيب دي النسبة بتاعتنا، دي النسبة بتاعت المسألة. عايز اصور بس المسألة وابعتها لك على الواتساب. هسيب لك بقى الواجب، انت هتبتدي بقى تكمل باقي الأسئلة دي واجب ان شاء الله. مثلا الاسئله المتنوعه والمسائل دي، يعني الصفحه اللي جايه دي يا ريت تبقى واجب، صفحه 68 تمام، حاضر صفحه تمام 68 هتبقى الواجب بتاعنا النهارده ان شاء الله. نحاول إن شاء معاها الله ونشوف كده ان شاء الله شغلك المره الجايه ان شاء الله. شكرا يا احمد، السلام تمام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام